بكم، معكم فاطمة زهرة بناني. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام على قناتكم المفضلة لالا مولاتي. اليوم نزلنا الشارع باش نسولوا الناس على صلاة التراويح في رمضان كيفاش غادي تكون في ظل هذه الجائحة. خليكم معنا. صلاة التراويح في رمضان واش بغيتيها تكون ولا لا؟ هاد الجائحه ديال كورونا، ودابا نظرا لهاد الجائحه ديال كورونا بطبيعه الحال اذا كان واحد التباعد والمساله هذا كان احسن، لان هاد الجائحه دابا واخا كنديروا الازدحامات يمكن تشكل عندنا خطوره عاوتاني على الانسان وعلى هاد الامراض اللي باقي منتشر، وكنتمنوا ان شاء الله منه باش تحيد عندنا خلاص هاد الوباء بركه راه حقاش تركنا. ماشي ضروري الا ما كانش التراويح، حيت دابا عندنا مسائل اللي كيمكن تمنعنا منها، واخا ما كانت راه ما كاينش شي مشكل، ولكن بطبيعه الحال الناس عندهم كاين السطوحه كاين مسائل خفافه، كل واحد يصلي واحد ثلاثه ولا اربعه الناس في بلاصه وحده وداك الشيء ما كاين مشكل، وتقدر تكون المسمو في التلفازه، يكون مثلا الوقت ديالها في التلفازه والناس يشوفوا غير في التلفازه في الدار مثلا والوقيته باش يعرفوا امتى وهذا، ويغسلوا غير في السطوحه راه ما كاين حتى شي مشكل. وزعما راه حيت دابا عندنا ظروف، كون ما عندناش ظروف بطبيعه الحال لان كنبغيو التراويح وتنبغيو هذا، ولكن حتى خصنا بعدا. سمعتي برمائكم لاله؟ سلام ورحمة الله. بغينا نعرفوا الرأي ديالك في التراويح في رمضان في هاد كورونا، واش بغيتيهم يكونوا ولا لا؟ بغيناهم اختي يكونوا، حنا كنتسناو رمضان عباش نديروا دوك التراويح. ياك؟ اه بغيناهم اختي يكونوا. ماشي مشكل؟ لا ماشي مشكل، بنادم يدير تباعد مع بعضياته ويصلي التراويح ديالو. يصلي ويحلوا لنا الجوامع. يحلوا لنا الجوامع. ويحيدوا هاد الحظر ديال الثمانية ولا يخليوه؟ الحظر في رمضان، شماش من حظر؟ اللي كيقول لك مع الثمانية دخل دارك. ايوا الحضر مع الثمانية بنادم راه كيبغي يفطر يخرج يدور شوية يصرح التراويح يصرح رجلي شوية، راه هادشي راه ضروري، حنا نطلبوا من الله. التراويح شنو ديري تصلي في دارك؟ ونصلي في داري اش غندير؟ حنا كنطلبوا منهم يحلوا لنا الجوامع ويديروا لنا التراويح. ايوا ولا جا الغلب من عند الله راه ما عندنا ما نديروا. شنو رأيك في التراويح واش بغيتيهم يكونوا ولا؟ ما كرهناش التراويح يكونوا، ولكن في صالح المواطن وهذا الفيروس باش ما يطلعش يزيد يكثر، داك الشيء وزاره يعني الانسان خاصو يفهم على الصحه ديالو، على صحه المواطن كله، هذا الشيء كله في صالحنا والله يهدي ما خلق. لما كانوش من الاحسن ماشي مشكل صلي. واش غنقول لك المراره خاص الواحد يفهم هذا المشكل في صالح المواطن صافي. لما كانت طلبوا ربي الله يرفع هاد الوباء وهاد الامراض على البشريه كلها باش يترفع هاد الوباء وترجع المياه لمجاريها، وبنادم يصلي الله يرزقها الصحه والسلامه. اللي قالوك على الراي ديالك في التراويح واش بغيتيهم يكونوا في رمضان مع هاد كورونا وهادشي شنو؟ اه الصراحه ما كرهناهمش يكونوا، حيت حنا اصلا زعما مولفين يعني حياتنا كامله وذوك الاجواء ديال التراويح وفهمتي ورمضان، فهمتي رمضان يعني متعلق بسميتو بالتراويح، يعني العام اللي فات ملي ما كانوش كان واحد النقص، كان واحد النقص فهمتي، يعني ما كرهناهمش يكونوا ضروري اصلا، يعني مولفين بحال داك التقاليد ومولفين ان مع كتفطر كتوضى خاصك تمشي تصلي العشاء والتراويح، وكيكون واحد يعني كتشجع بحال كنتي في الدار تقدر تعكز تصلي غير العشاء صافي، اما الا كنتي مع الجماعه وداك الشيء زعما تصلي الركعات اللي صلاوهم تصليه معاهم، يعني ما كتحس بالتعب ولا يعني انت ما كرهتيش يكونوا؟ اه ما كرهتش يكونوا. يكونوا في رمضان مع هاد كورونا ولا لا؟ التراويح ضروري خاصهم يكونوا، ولكن الناس خاصهم ياخذوا الاحتياطات ديالهم، يجيبوا معاهم السجاده ديالهم باش يصليو، ما يتبادلوش، يجيبوا معاهم حتى القران الا كانوا غيقراو القران، التسابيح ديالهم، يعني تكون الاحتياطات بحال هكا. يكون واحد يعني واقف في باب ديال الجامع و او لا يديروا شي ورقه يفرقوها على الناس باش هكا نوعيوهم بالخطوره ديال المرض، ويبقاو التراويح ولكن الناس غير ياخذوا الاحتياطات ديالو. بغيتي التراويح؟ اه ضروري خصهم يكونوا، حيت زعما هذا هو الشهر ديال الغفران، و يعني الشهر الوحيد اللي كيتصلاو فيه التراويح، يعني ما يمكنش اننا نجردوا هذه الحاجه من الناس اللي كيتسناو شحال. ديالك في التراويح واش بغيتيهم يكونوا في رمضان في هذا كورونا ولا لا؟ ايوا على حسب، دابا على حسب المرض على سا ديبو، مي انا كنفضل حيت رمضان وداك الشيء يكونوا التراويح.
ولكن الا عاوتاني على حساب المرض وهذا، من الاحسن من الواجب يبقى بنادم في دارو يصلي في دارو، حيت من الاحسن. لا ماشي مشكل، خصوصا بالنسبه للعيالات، اصلا العيالات غير مستحب يمشيو للجامع، من الاحسن يبقاو في ديورهم يصليو في ديورهم. لا ماشي مشكل. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.